وأكد مستشار النمسا أن مصر تعد حجرا راسخا للاستقرار والأمن في شمال إفريقيا. وأشار المستشار النمساوي إلى ما تسببه تطورات الأوضاع في دول جوار مصر ومن بينها السودان من مشكلات وتحديات متعددة. ونحن نحتاج في النمسا خبرات مصر في هذا الصدد، حيث عانت مصر من إحدى الضربات الهجمات الإرهابية أيضا مؤخرا، والتعاون مع مصر مهم، وأن نفعل جميعا ما بوسعنا لما فيه الخير لشعبينا في تبادل المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية في الوقت المناسب. أيضا تناولت محادثتنا أيضا الهجرة غير الشرعية. دعوني هنا أؤكد أنني أحترم كثيرا كل ما قدمته مصر فيما يخص استضافة أكثر من 8 ملايين لاجئ في مصر، فهذا إسهام كبير للغاية، يشكل يهدف إلى الأمن القارة الإفريقية ويمثل عبء أيضا على الأجهزة الأمنية المصرية في مكافحة التهريب البشر. وفي هذا الصدد سيكون هناك المزيد من التعاون بين أجهزتنا وبين بلدينا.